أساسنا محبة. هل لي يا محبة يا القدير أرسلان ليحمي شعبه
يا علامة الظفر رسم العلي ليخلص ميراثه. والآن نسألك أيها المسيح مخلصنا على عد هذا المخلوق، امنحنا فرح خلاصك الذي لا حد له، أنرنا بأشعة نعمتك وصيد بركات صليبك، عز المحزونين واحفظهم، أخمد غضب الحقد، أطفئ نار الحسد، داش منا كل الشرور، واغسلنا من آثامنا، اذكر عهدك المقدس لنا، وامنحنا حتى النفس الأخير أن نمجد صليبك لأجلنا، ألح برحمتك أموالنا المنتقلين إلينا، ومتعهم بضياء وجهك السليم مع أمك العذراء مريم وأنبيائك ورسلك وشهدائك وقديسين، ونرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. ادرع علي أيها الرب القدوس الذي لا
لنا نقض ظاهرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد. لأن الإنجيل
المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: ألا تباع 5 عصافير بفلسين وواحد منها لا ينسى أمام الله؟ إن شعر رأسكم كله معدود فلا تخافوا، إنكم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم، كل من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من جدف على روح القدس فلن يغفر له حقا والأمان لجميعكم. الصبية يلي توفت بعمر 24 سنة، أعلنت معلمة الكنيسة وانكتب عنها حوالي 5000 كتاب لحديث هلأ، وهي ما وصلت إلا لصف الستيام خامس ابتدائي. أعلنت شفيعة المرسلين، وهي كانت راهبة حبيسة ما طلعت أبدا من دايرة. يوم توفت مشي ورا نعشة حوالي 30 شخص فقط، ما كتبت كتب أبدا إلا قصة حياتها وبعض الرسائل والمسيحيات، وبكتاباتها ردت كتار من الملحدين إلى الإيمان. بس إحنا نحكي عن القديسين مش هنحكي عنهم. بيقول المثل الفرنسي: لو دوا إتي لو سيال لو فو رجار لو دوا، الإصبع يدل إلى السماء، الجاهل ينظر إلى الإصبع. نحن ما بنمجد القديسين، نحن بنمجد الله، وإنما بنقول الرب عجيب في القديسين. وإذا بدنا ناخذ من المثل الأرضي إلى المثل الإلهي، بالمثل الأرضي الفن الإيادي بيقولوا: قطيع أرانب يقوده أسد أفضل من قطيع أسود يقوده أرنب. ليش؟ لأنه بنشوف القصة بالإيادي بالشخص يلي هو بيقدر يدير. ونحن هيدا الشيء اللي بنقوله بربنا. ربنا ما بده أشخاص كبار، ربنا ما بده أشخاص عظماء، هو العظيم، هو الكبير، الله بده حب كبير، الله بده أشخاص بحبوا كبار. ساعتها بنفهم إنه بس يسلموا حالهم للرب هو يلي بيعمل فيهم كل شيء. بقديسة تلاميذ طفل يسوع نقدر نقرأ عدة معضلات. أول معضلة هي الحياة ما بعد الموت. كتار أشخاص بيقولوا: أعطيني برهان، بدهم برهان حسي إنه في حياة ما بعد الموت. شو يلي بيأكد لنا إياه؟ بيقولوا نحن القديسين. بدي أعطيك مثل قديسة تلاميذ طفل يسوع: قبل ما تموت بتقول أنا لا أموت بل أدخل الحياة. بتقول كانت قبل أنا بدي أقضي زماني بعمل الخير على الأرض. أول ما بيتت هالقديسي بس إجوا رهبان حتى يشوفوا شو كانت الميزة، ما لقوا كانت الميزة أبدا بشي كتير مهم، يعني ما كانت تقضي يمكن ساعات ليك عادلين بلبان، ما كانت عم تعمل الأديار، ما كانت عم تعمل مشاريع، ما لقوا شيء إلا إنه كتبت قصة حياتها بإيدها، فنسخوها بعثوها لأديار الكمانيات اللي حوالين. هن بدورهم صاروا يبعثوا هيدي النسخ لبعضهم البعض وللناس. من بعد سنة توصل آلاف الرسائل إلى ليزيو، وناس ملحدين بيقولوا نحن هلا اعتنقنا المسيحية ومنآمن بيسوع لأنه هيدي هي المسيحية. ساعتها بنطلع شو بنلاقي؟ مثل الإنسان بيطلع على دين صافي، بس يطلع عليه بيخلوا منه غميق أبدا، بيشوفوا هيك كم متر، بس يفوت لقدام بيشوفوا كثير غميق. ليش؟ لأنه صافي. ساعتها النفس بس يكون عندها هذا الصفاء الكبير، ساعتها بنشوفها بسيطة جدا، وإنما بنحمل في سر الله الإله. ثلاثة تعلمنا شغلة: أوقات الإنسان مين ما كان بمسيرة الإيمان بيمروا بأزمات، في أزمة وجود، في أزمة تعب، في
في أزمة إيمان، في أزمة عائلة، الإنسان بده يمر فيها لأنه الإنسان منه ملاك ولانه حشر. تراث من هول مدمن وصل يوم من الأيام قال ما في قمر، ما في سما، ضحكوا علي. كنت تروح على بيت الدربين الدب تقول له حقيقة أنت هون، بتقول هيدي أزمة الوحيدة مرقت فيه بأزمة كثير كبيرة شطارة. بتقول عرفت حالي إني أنا عصفور صغير، هالعصفور قاعد مبسوط بأشعة الشمس، شوي تمرق خيمة وبتحجم عنه أشعة الشمس. هذا العصفور بيفهم إنه الشمس ما مطفية وإنما هو مارق بهالأزمة وغير مارقة. ساعتها نحن أحيانا يلي بنشوف حوالينا بنشوف كل شيء بيدعينا إلى الأزمات، وخصوصا الأزمات الروحية منا، بنقول الله منه موجود. لهيك الحياة العادية بنقول بهمك ما تاخذ قرار، لا أنت مبسوط ولا أنت غضبان. والحياة الإيمانية كذلك الأمر، ما تعيش أزمتك أبدا، ضل عيش هذا الشيء اللي ربنا رعاك له. ومنهي يلي على نبنا إياه التراث قريب بالإنجيل أو الكتاب المقدس، سمعت الرب عم بيقول من كان صغيرا فليأتي إلي. قالت أنا صغيرة، أنا فهمت حالي إنه أنا ضعيفة جدا، فرحت لعند الرب وتقول له يا رب أنا بداك المصعد كان أول من مخترعين الأسانسور، ما علي أنا إلا أرفع إيدي حتى أنت تيجي وتحملني لفوق. فهمت إنه القصة مش بأعمالنا، فهمت كلمة يسوع بدوني لا تستطيعون أن تفعل شيئا، ومن يستسلم للحب الإلهي يعمل مثل الله، لأنه هو قال يسوع من آمن بي يعمل هو أيضا الأعمال التي أنا أعملها بل يعمل أعظم منها. هذا الشيء يلي نطلبه من الرب شفيع التلاث، فهمنا سر دعوتنا المسيحية، فهمنا أن نحن مش عايشين تكون تراب القبور، نحن عايشين لمجد السماء، تقول أنه أنتم مش لحقكم، أنا معكم إلى الأبد. آمين. من بإله واحد Oh.
انت اللي بيت قرابين الاباء جدودنا. انت اليوم يا رب صرت الزبيح، صرت قربان الوحيد عنا كلنا سوا. اليوم يا رب نطلب منك انك تقبل قربان اولادك على مذبح المقدس. باركهم يا رب واحفظهم من كل شر، من كل الم، من كل وجع. بارك بهذا القربان يا رب يسوع المسيح كل الحاضرين بهالكنيسه، حتى يكونوا شاهدين لاسمك، حاملين نعمتك وصليبك. ربي يسوع بهالقرابين المقدمين، خلي يكون جسد كل واحد من اولادك اليوم هو القربان الشاهد، هو القربان الشهيد، هو الحاضر قدام مذبحك، حتى يكون هو عم يخبر عنك بحياته قدام كل الناس. ربي يسوع القرابين يكونوا شهادة حية من إنسان أرادت إنه تكون بنتك، من إنسان أراد إنه يمجد اسمك بكل لحظة عايش فيها على الأرض. اقبل يا رب قربانهم، أعطيهم بدل الحياة الزائدة الحياة الأبدية. إلك المجد إلى أبد الأبدين. آمين. هللويا. لوالدك في النار الأم العذراء أنبياء والرسل والشهداء والخدام الكهنة جوب الأبرار. قل لأولاد البيعة نحيل تسكار. نفوذ مار بطرس 751. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب له السلام وسيد الأبار، نحن واثرنا جميعا المعانقة بعضنا بعض بنسمة من محبتك لا تنقطع بقبلة لا بالشفيع، فنرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. آمين. السلام لك يا مفتح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليه، السلام لك يا خادم الروح القدس ويا أبائي قدام المسيح. إنا نمجدك مع
عليك بأصوات التسبيح هاتفين اللهم
فلنقف مصلين خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل سليك روحك الحي القدوس فيحل على هذه الجماعة الحاضرة ويحررها من كل ضعف وخطيئة من كل خوف وقلق ويجعل فيهم قوة عظيمة لإعلان البشرى الجديدة كلمة المسيح في العالم كله خلاصا للأمم وشفاء للنفوس والأجساد ويحل على هذا القربان ويجعله جسدا ويسامحنا ويطهرنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي يا رب روحك القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فتكون هذه الأسرار لتطهير النفوس المشتركين فيها وأجسادهم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. نصلي اليوم نطلب من الرب يسوع المسيح إيمان يسكو بالعالم في النسوة يبارك فيشته بالعالم ويجعل بكل فرد منا نعمة روح القدوس حتى نتحرر من ذاتنا من كبرياتنا من أنانيتنا نتحرر من مطاليبنا نتحرر من سؤالاتنا بيكون في عنا جواب دائم بدل السؤال. ها أنا ذا يا رب فأرسلني. صلوا زرفيدو عني الكنيسة بالعالم بابا روما البطاركي بشرق الغرب المطارين بشرق الغرب اذكرهم بصلاتهم حتى الرب يعطيهم نعمة السلطان التي لا تموت ولا تضعف حتى ينتصروا على كل البدع اللي عم تطلع اليوم ضد الكنيسة. صلوا من كل قلبكم عميك كل إنسان يريد انه يكون خادم للرب حتى يكون بطل ومشاهد للرب وشهيد لإله يحمل صليب وينتصر وينطلق حتى يكون مجد الرب معبي وملي كل الأرض. صلوا من كل قلبكم عنية فشل حتى الرب يزيد من النعم اللي فيها تنطلق أكثر وأكثر صوب الحياة الجديدة صوب الرب صوب الكلمة تحقيقها بالعالم صوب الهدف الأساسي اللي هو صليب الرب يسوع المسيح لمجد الإله. اذكر يا رب من طلبوا أن نذكرهم ومراهم أن يقربوا فما استطاعوا واذكر من يعبدون بيعتك المقدسة ومن لهم سترا ومن جاء كأنك مخلص الجميع نسألك يا رب. في دماغ
وأرنهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، نسألك يا رب. اللهم اغفر لنا ولهم
اليوم فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد كما كان وهو الآن والقوة والقداسة
السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. لست مستحقا يا رب أن تدخل Hello.
تنصر جسدك المقدس ودمك الحي سقيته. يا محبا للبشر ارحمنا. Mas o arcanjo, mas a mão dela vem.
خزائن أعاطيهم يا رب، ونور كاسهم وجود الأرض، فلتسترح نفسهم بسلام. سلام الله والسلام. نصلي مرة أخرى مرة سلام. طيب إن رب يسوع المسيح الرحمي لموتانا لمطعم صليلهم. لكن الإنسان بحاجة لصلاتنا، ميت مع أمين صليل. نطلب رب يسوع المسيح يبارك المؤسسي ويعطيها النعمة في سلطان الأبد. أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاك يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطا علينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم. وترمزوا بالأمم وعبدوهم باسم الآب والابن.